مشكلة رائجة جدا وبتحصل لبنات كتير جدا، وحرام انها تفضل مستمرة يعني، لان انا عندي الرد وعندي الحل اللي هيخلصك من الحالة دي للأبد. دلوقتي في بنت كتبت لي تعليق تحت آخر فيديو نزلته، طبعا حفاظا على الخصوصية، أنا دريت كل التفاصيل عنها، بس خليت السؤال اللي هي حطته طبعا هو مكتوب بطريقة ما، فعشان ما نقعدش نقرأ فيه أنا هقول لكم مختصر القصة، واللي طبعا هي قصة يعني ممكن تكون حصلت لبنات كتيرة جدا. البنت دي اتعرفت على واحد عن طريق الإنترنت، وبعدين اتقابلوا مرة بعد ما اتكلموا شوية على الماسنجر، وبعد ما اتقابلوا هي ما كانتش عارفة إذا هي عجبته ولا لأ، بس هي كانت معجبة بيه أوريدي، فاستنت حوالي أسبوعين وبعدين سألته إذا هو أعجب بيها هو كمان، فهو قال لها آه أنت عجبتيني بس أنا ظروفي ملخبطة وكده، ولما ظروفي تظبط هبقولك إيه، معرفش بالظبط يعني. بس المشكلة مش في الجزئية دي، المشكلة في الجزئية اللي جاية. هي قالت إنه ما فيش بينهم أي تواصل، بس هي بتتواصل معاه من وقت للتاني. المشكلة إن هي بقالها معاه في السيتويشن ده أو في الموضوع ده 3 شهور، وابتدت انها تحس ان هي تشك في نفسها، يعني مثلا بتقول هو انا ما عجبتوش يمكن عشان اول مره روحت قابلته فيها ما كنتش مظبطه نفسي اوفر. تاني حاجه شكت ان هي ممكن يكون هو معجبش بيها عشان هي رفيعه، بس هي حاسه نفسها انها مش رفيعه قوي. هي بتقول ان هي عماله تفكر كتير، عماله تفكر في الاسباب، عماله تفكر هو ليه ممكن يكون مش معجب بيها، وعماله تحط كل الاسباب على الواضح الشكل وحتى لو الجوهر. يعني في جميع الاحوال انا حبيت ان اتكلم في الموضوع ده لانه ده موضوع خطير جدا، وعايزه اقول لك واقول لكل واحده ممكن تكون مرت بنفس الموقف ده ايه المشكله بالظبط اللي حصلت، وازاي انت تتجنبي ده في المستقبل. ولو انت يعني حريصه قوي على العلاقه دي اللي انت عملتي فيها الحاجه دي وعاوزه تصلحي برضه هقول لك تعملي ايه لو الموضوع يستاهل يعني. والناس اللي ما وقعتش في الخطا ده لازم برضه يسمعوا الفيديو ده عشان ما حدش يعني هيسلم من الخطأ ده لو مش فاهم هو بيعمل ايه، فياريت تسمعوا الفيديو للاخر لانه فعلا هيغير حياتكم بجد. مبدئيا كده الراجل ليه طبيعة والست ليها طبيعة، الكلام ده كلام علمي، كلام مفيش جدال عليه، انا بجيبلك من الاخر. الراجل المفروض الطبيعي طبيعته ان هو بيحب هو اللي يكون بيبادر، يعني لو في اعجاب هو يحب هو اللي يبادر. البنت طبيعتها ان هي تستقبل، يعني المفروض ان هي حتى لو معجبة بالشخص حتى لو مشدودة قوي على الاخر لازم تهدى، لانه ممكن قوي يكون المشاعر دي مش متبادلة. فعشان تحمي نفسك وعشان ما تبانيش انك انت زي ما بيقولوا يعني بالانجليزي بيقولوا ديسبرت، بالعربي بيقولوا مدلوقة. وياريت بقى الناس الحساسة لو انتوا حساسين وهتاخدوا الكلام ده على صدركوا اطلعوا من الفيديو وروحوا شوفوا اي فيديو تاني لو انتوا مش عاوزين تتجنبوا المشكلة دي وعاوزين تقعوا فيها وحاجة تتدمر عادي، روحوا اتفرجوا على الناس اللي بتقول كلام سوفت، لكن انا بقول كلام من الاخر. عشان تحمي نفسك لازم تهدي وتقفلي بقك وتقفلي على مشاعرك لحد ما تتأكدي من مشاعر الشخص اللي قدامك. حتى لو انت ما عندكش ثقة في نفسك اعرفي حاجة، طالما هو اللي كان مبادر يعني في اعجاب، يعني مشدود لك لاي سبب من الاسباب. الشدة في اولها لازم 99% لانه ما يعرفكيش وما يعرفش جوهرك هتكون بناء على شكلك او بناء على ان انت مجرد ان انت بنت، والبنت او الست طبيعتها ان هي تقول اه او تقول لا، يعني الموضوع برضو بيتوقف عليها، وده برضو في حد ذاته قوة رهيبة جدا. طيب دلوقتي لو احنا اخترقنا القانون الاول، احنا اللي بدرنا بالاعجاب، احنا اللي بدرنا بالكلام، احنا اللي بدرنا ان احنا قلنا انا معجبة بيك او انا بحبك حتى او اي حاجة من دي، فاحنا كده خرقنا قانون مهم جدا 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 في الطبيعة. طب نصلح الموضوع ده ازاي؟ لانه الرد الفعل الطبيعي انه الراجل هيرجع لورا لانه هيخاف، لانه انت كده بتاخدي دوري، انت كده مش مدياني فرصة اكون انا، انت كده هتبقى انت الراجل وانا هبقى الست، او انت هتبقي الراجل وانا هبقى البنت. مينفعش يعني مينفعش. وطبيعي ان هو يتراجع، وطبيعي ان هو يشك، وطبيعي ان هو يتوقف، وطبيعي ان هو يقعد يفكر طب هي بتعمل كده ليه، يعني ايه السبب؟ دي مش طبيعي، دي مش حاجة طبيعية. وخلي بالك ان هو مش لو مقاس على تجاربه السابقة هيقيس على الافلام، هيقيس على القصص، هيقيس على الفطرة الطبيعية اللي جواه اللي بتقوله ان مش طبيعي ان هي اللي تقول لي انا معجبه بيك. وكمان ان انت تساليه هو انا عجبتك ولا لا، طب انت متوقعه ايه؟ في براندات او في حاجات في الدنيا مستحيل تلاقي عليها سيل، مستحيل يبقى عليها ديسكاونت، هي سعرها كده وبتفضل كده، ولذلك قيمتها في عين اي انسان بتفضل عاليه جدا جدا، في حين ان ممكن حاجه تبقى فعلا قيمه جدا بس عشان خاطر اتعمل عليها ديسكاونت
او عشان خاطر في سيل او عشان خاطر في اوفر منظرها بيقل في نظرنا. انا بحاول اقرب لك الصوره، ويا ريت برده الناس الحساسه ما تزعلش. ياما كلنا عارفين انه في بنات وفي ستات بمقاييسنا احنا نقول دي مش حلوه، دي مش عارفه ايه، احنا بنبص لبره بس احنا مش شايفين جوه الانسانه دي هي حاسه بقيمتها ازاي، او هي بينها وبين نفسها عملت لنفسها قيمه ازاي. والجزء ده انا هشرحها بالتفصيل عشان انت تقدري تبداي من النهارده تعرفي قيمتك الحقيقيه، ملهاش علاقه بشكلك، ملهاش علاقه لا بطولك ولا بحجمك ولا بشعرك ولا بلونك ولا بوظيفتك ولا باهلك. كل الكلام ده تحطيه على جنب، لانك انت مجرد انك انت بتلعبي دور مش دورك كل ده ملوش قيمه. لكن لو لعبت دورك صح قيمتك هتعلى وهيبقى فعلا وضعك احسن من كده بكتير. هنمسك الموضوع من الاسوأ للاحسن. انت دلوقتي بوظتي الدنيا، مفروض بقى تعملي ايه؟ حضرتك تبطلي تبعتي مسجات، تبطلي تكلمي خالص، انتهى الموضوع. انت بينتي له ان انت معجبه بيه، انت بينتي له انه في مشاعر ما، بس للاسف انا بقولك من طرف تالت، انت كل الحكايه انك انت مشدوده ليه عشان هو رفضك، مش عشان انت معجبه بيه ولا عشان انت بتحبيه. انت عايزه تعرفي ايه مشكلتك، انت عايزه تعرفي ليه رفضك، ليه مش معجب بيكي، لان انت بتقولي انا شايفه نفسي ان انا كويسه. طب هو ليه ما عجبش بيا؟ اولا مش كلنا هنعجب كل الناس، ده رقم واحد. رقم اتنين، مجرد ان انت تسالي نفسك السؤال ده بيخلي دماغك تبقى متعلقه ان هو ليه رفضك، فانت عاوزه تجاوبي على السؤال ده مش اكتر. لكن ممكن هو لو فجاه اظهر اعجابه بيكي او مشاعره ليكي هيبقى زيه زي اي حد ملوش اي لازمه. فالسؤال نفسه غلط. امتك او الناس بتعجب بيكي ليه بعد شكلك هي بتكون ليها علاقه بشخصيتك، ليها علاقه بذكائك، ليها علاقه باخلاقك، ليها علاقه باحساسك انت سعيده اصلا مع نفسك ولا لا. معظم الناس او الناس الطبيعيه بتبقى عايزه تبقى مرتبطه، تبقى في علاقه، عشان احنا غريزتنا ان احنا نرتبط ونكون اسره ويبقى عندنا عيال، ده طبيعي. بس عشان ننجح في اي علاقه لازم نبقى داخلينها مش عشان احنا عايزين حد يساعدنا او عايزين حد يحبنا، ان احنا لازم احنا الاول نكون سعداء لوحدنا وحابين نفسنا، عشان لما ندخل في علاقه مع حد يكون عشان خاطر احنا عايزين الحد ده، مش عايزين حاجه من الحد ده. لانه مهما كان الحاجه اللي انت هتحصلي عليها من الحد ده هيجي وقت ويبقى ملهاش اي لازمه زي اي حاجه في الدنيا، فيقع المكانه بتاعه الشخص ده ومن هنا تبتدي المشاكل. لكن لو انت واخده الشخص ده عشان يمشي جنبك ويبقى شريك في حياتك، وانت اصلا مكتفيه بذاتك وكان عندك حياتك وعندك حبك لذاتك وعندك هواياتك وعندك كل حاجه، الحياه تبقى جميله جدا. انت مش عايزه منه حاجه معينه، انت عاوزاه بارتنر، عاوزاه شريك، عاوزاه شخص يمشي معاك المشوار، مش يديكي حاجه، لانه مهما كان اللي انت عاوزاه هيجي وقت مش هيبقى ليه اي طعم. كرري الجمله دي في دماغك وافتكري اي حاجه كنت عاوزاها زمان وخدتيها ومبقاش ليها قيمه دلوقتي. تهدي بقى، ما تعمليش بقى حاجه من ناحيتك خالص. تقعدي كده هتعملي ايه بالظبط؟ واحد، لو انت اوريدي ابديتي اعجابك وفضلتي بقى تتواصلي ومش عارفه ايه وحسيت ان هو خلاص بقى اللي هو واضح ان هو كده يعني مش انترستد او مش مهتم وبيديكي بقى اعذار ومش عارفه ايه، تعملي ايه؟ ارجعي لنقطه الصفر، حطيه في الخانه بتاعت شخص غريب انت ما كلمتوش قبل كده خالص ولا تعرفيه. ما تنتظريش، ابتدي بقى اشتغل على نفسك، ابتدي بقى اهتم بنفسك. الموضوع مش هيبقى سهل، الموضوع هيبقى مؤلم، لانه هيبقى عامل بالظبط زي مخدر او حاجه انت نفسك تحصلي عليها ومش قادره وعماله تفكري. انسي خالص، اعتبري نفسك ما قابلتيش الشخص ده خالص خالص. وكل ما هتقعدي كده وتنسي نفسك وتلهي نفسك في حاجات كتيره جدا، كل ما هيبقى موقفك احسن، سواء رجع او ما رجعش. طيب الاحتمال الاول ان هو ما رجعش خالص احسن، هنعتبر الموضوع تجربه وتعلمنا منها وهنستفيد بقى باللي احنا عملناه ده في التجربه اللي جايه ان شاء الله، وصدقيني مش هتندمي اذا رجع. طيب طبعا هو حاطط في دماغه صوره معينه عنك دلوقتي، ان انت بقى ايه يعني هيمانه بقى، منتظره بقى المسج، منتظره المكالمه، منتظره اي حاجه منه. رجع بعد قد ايه مهمه قوي؟ رجع بعد مثلا اسبوع، بعد شهر، على حسب. يعني لو اكتر من اسبوع، لو بعتلك رساله ارجوكي حسب الرساله، الرساله بتقول ايه؟ هاي، رساله بتقول ازيك، رساله بتقول ايه بالظبط الرساله؟ هل هو كده نكشه كده وخلاص ولا حاجه ليها قيمه؟ لو حاجه ليها قيمه اوكي، لو اي حاجه كده عامه ما ترديش، ما ترديش احسن، ما ترديش. خلينا نشوف هو ايه 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 جوه، يعني ايه وضعه بالظبط. هنفترض انت ما رديتيش لمده يوم كامل، قدرت ان انت تستحملي يوم كامل، لو قدرت تستحملي اكتر من يوم ما ترديش. كل ما ترديش هيكون افضل، لان احنا مش بنحاول نحطه في تيست، احنا بنحاول نعرف
الراجل ده فعلا عايز ايه بالظبط. هو لو فعلا قاعد يفكر كده مثلا واستغرب ان انت ليه ما ردتيش، هيبعت لك رساله تانية، وفي الرساله التانية دي هيبان حاجه ازيد شويه، ويمكن يتصل بيكي. اذا ما عملش حاجه غير اللي هو رساله عامه كده، يبقى احنا كده ما خسرناش، يبقى احنا كده عرفنا ان الموضوع اصلا ملوش لازمه اساسا. اما لو بعت حاجه ليها لازمه ماشي، نرد بقى نتكلم نشوف. ومن هنا بقى عايزاك تكوني انت الجديده، انت اللي تلعبي دورك اللي ربنا خلقك عشانه. اهدي خالص، لا تتكلمي بقى في انا عجبتك، لا تتكلمي في اعجاب، لا تتكلمي في ارتباط، واعتبري هذا الشخص شخص غريب، شخص غريب ما بيبدا معاكي من جديد. لو اظهر لك اي حاجه جد اوكي، لو حسيت ان الموضوع تضيع وقت ابتدي تراجعي شويه بشويه وطلعي الموضوع ده من حياتك خالص، عشان انت كبنت او كانثى عندك مكان واحد بس في قلبك وفي دماغك للشخص الصح اللي هيشارك في حياتك، فمش مفروض ان انت تشغليه بحد. فهماني طبعا. فكل ما وسعتي مكان للشخص الجد، الشخص اللي فعلا هيكون عايزك ومتاكد ان هو انت اللي عاوز يكمل معاك حياته، هيكون افضل لك. فما تزحميش دماغك وقلبك على الفاضي. هنا بقى لو انت لسه بتفكري مثلا معجبه بشخص وكنت بتفكري مثلا تقولي له تلمحي له تعرفي الكلام ده كله، انسي انسي خالص انسي. اذا ما كانش هو اللي يقول لك، انت اعتبر ان الموضوع اصلا مش موجود. يعني لو انت بتسالي نفسك اسئله كتير، لو الراجل اللي في حياتك مخليكي تسالي نفسك وفي علامات استفهام كتير، اعرفي انه انت صح. يعني علامات الاستفهام دي كلها بتدل انه فعلا حاجات كتيره غامضه، فليه توجعي دماغك طالما هو مش بيبذل مجهود اصلا عشان يطمنك او يحسسك انه انا ايوه انت، انا كمان انا يعني في عندي مشاعر ليكي، انا فعلا شايفك حد مختلف، حاسس ان ممكن يبقى في بينا حاجة مستقبلية. لو مفيش الكلام ده انسي خالص، حطيه في خانة شخص غريب وعيش حياتك عادي جدا، هتبقى انت الكسبانة صدقيني. من ضمن الاخطاء الشائعة اللي احنا بنقع فيها كبشر، ان احنا عشان شايفين نفسنا ناس كويسين وناس عارفين نفسنا بجد، احنا ناس طيبين، احنا ناس حلوين، احنا ناس جدعان، احنا ناس معطائين، احنا ناس مفيش مننا، فاكرين ان ممكن كل الناس هتحبنا وهتشوف الحاجة الحلوة اللي جوانا، بس ده مش حقيقي. كل إنسان في الأول والآخر يهمه احتياجاته هو إيه، أحلامه هو إيه. فلما بنحاول نقنع الناس بنفسنا بنخسر، لأن إحنا بنحاول زي ما كون بنبيع لنفسنا للناس، يعني كأننا حاجة والنبي اقتنع بيا، والنبي بصلي، والنبي أعجب بيا، والنبي خدني. غلط، المبدأ نفسه غلط، المبدأ نفسه ضد قانون الحياة. احنا لازم احنا نبقى عارفين قيمة نفسنا وحابين نفسنا وكل حاجة، بس احنا لما نحب ان احنا نبدأ اي علاقة مع اي انسان، علاقة دي هنقول مثلا علاقة حب جواز، لازم احنا نكون اول حاجة نشوف احتياجات الشخص اللي قدامنا ده ايه اصلا، الشخص ده عايز ايه، عايز ايه في حياته، ونقيم الشخص ده اصلا هو الشخص ده ينفع لنا، بدل ما احنا نبيع نفسنا ليه او نحاول ان احنا نقنعه بينا، احنا نقنع نفسنا بيه الاول. يعني نسال نفسنا الشخص ده اصلا انا ينفعني، الشخص ده يستاهلني، ده السؤال مش العكس. فاقعد كده وارجع ظهري لورا واقعد كده اتفرج اقيم، ابص للشخص كما هو، مش احطه على هرم وابص له كانه اله من لا شيء واقعد احلم احلام وافكر افكار. لا، انا اقيم على اساس تصرفات الشخص الواقعيه، بيتصرف ازاي، بيتعامل معايا ازاي، وهل انا عايزه نفس المعامله دي في المستقبل. اسالي نفسك الاسئله دي لما تفوقي كده من الحلم الجميل، ونفترض انك انت ارتبطتي بيه واتجوزتيه وفضل يعاملك بنفس الطريقه، هيبقى ايه شعورك؟ انت كده اتدبستي، انت كده خلاص، انت كده في عقد فوريفر اللي هو خلاص مدى الحياة. اذا كان بقى مفيش اهتمام، مفيش وقت ليكي، مفيش اي حاجة من الحاجات اللي انت عاوزاها، هو ده نفسه بعد الارتباط او بعد الجواز، وضربيه بقى في 50، يعني هيقل بنسبة 50 مرة. فانت عاوزة ده؟ طب ليه يا بنتي؟ طب ما انت عندك في بيقولوا في 7 مليار دلوقتي، ولا 7 بليون ولا ايه، في كام بني ادم، كتير قوي، في بني ادمين كتير قوي. هنقول مثلا انت مش محتاجه تختاري من العدد الكبير ده كله، صدقيني في على الاقل
لسه على الأقل 1000 بني آدم على الأقل تختاري منهم شريك حياتك من على الكوكب. طب انت ليه تختاري أكتر إنسان هيتعبك؟ في بني آدمين كتير جدا يتمنوا يسعدوكي، يتمنوا يقعدوا معاكي شوية. فانت بتبدأي منين؟ انت قيمي لما تقعدي كده مع إنسان أو يكون في إنسان يعني عنده بوتنشال أو في يعني منه أمل، قيمي وخليك واقعية وتعاملي مع أي شخص إنه شخص غريب كأنه في انترفيو بالظبط. قيمي عشان ما تجيش بعدين تندمي، لأن الموضوع هو كده يعني بعد الارتباط هتشوفي بقى كل حاجة. لا خليكي من قبل الارتباط تشوفي كل حاجة، واجهي نفسك بالحقيقة وعلى مهلك خالص بالراحة. أنا عاوزاك تتخيلي إن أنت روحتي قابلتي شخص وبعد أول مرة تقابلته فيها في وشك أو برسالة أو بمكالمة اتصل بيك وقالك هو أنا عجبتك، هتحسي بإيه؟ لو أنت كنت شايفاه يعني توم كروز، براد بيت، أكتر شخص جذاب في الدنيا، أكتر شخص جذاب في الدنيا بمقاييسك، هتحسي بإيه؟ هتحسي إنه مهزوز يعني، حتى لو هو كان عالي قوي في نظرك هينزل. الا لو انت بقى انسانه يعني راقيه قوي يعني دماغك عاليه قوي 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 وشفتي كل حاجه فيه وشفتي الحلو وشفتي الوحش وما عندكيش مشكله انك تتعاملي مع نقطه الضعف دي على اساس انها ما تكونش مجرد جري ورا ان انا عايز حد يحبني، عايز حد يقبلني، وبعد كده اول ما احس ان الحاجه اللي انا خدتها اعمل بقى حاجات تانية مخيفة، يظهر حاجات عيوب في شخصيتي مخيفة. لو ده العيب الوحيد انه شوية ما عنده ثقة في نفسه، انه شوية مهزوز، مش مشكلة، ده لو قدرت تستوعبي الحتة دي. بس مش كل البشر كده، وما بقولش ان كل الرجالة برضو زي المثال اللي انا قلته في الاول، في نسبة قليلة قوي 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 يعني اللي ممكن يشوف الشيء الحلو اللي جواكي ويبقى عارف انه ده مجرد حاجة مهزوزة، بس دول قليلين قوي، دول اقل من اللي يعني من الكائنات اللي انقرضت اصلا. فخلينا بنلعب على النسبة الاكبر من البشر. النسبة الاكبر من البشر لو حد حسسهم انه انا بس عايز حد يقبلني، انا بس عايز حد يحبني، للأسف هيكون الرد دايما انه ايه ليه. خلي الموضوع دايما يبقى على اساس انه نقيم، على اساس كمان ان احنا نبقى عارفين قيمة نفسنا وعارفين ان احنا مش منتظرين حد يحبنا ولا منتظرين حد يقولنا انتوا حلوين ولا منتظرين حد يدينا اي حاجة. احنا اوريدي بندي لنفسنا، اوريدي عارفين احنا ايه، واحنا لو هندخل في علاقة فاحنا نقيم الحاجة دي تنفع معانا ولا لأ، الستايل ده او الاسلوب ده ينفع معانا في المستقبل ولا لأ، الانسان ده ينفع يشاركني في مشواري ولا لأ. هي دي الاسئلة اللي نسألها نفسنا. وطبعا لو في اي سؤال بقى عاوزيني اجاوبكوا عليه، ارد عليكم بفيديو، انطلقوا في التعليقات، لان انا اكيد ما مش هقدر اغطي كل حاجة في الفيديو ده، وان شاء الله باذن الله في اقرب وقت هرد على تعليقاتكم دي بفيديوهات. خليكم جامدين، خليكم حلوين، خليكم مكتفيين بذاتكم. صدقوني مفيش حد هيحبكم ولا حد هيعرفكم اكتر منكم، واذا انتم ما حبتوش نفسكم محدش تاني هيحبكم، ولو انتم مش مقتنعين بنفسكم محدش تاني يقتنع بيكم. بس اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.